عادة الحكومات بتاخد وقت كبير ودراسات أكبر حتى ترفع سعر مادة معينة، لأنه أي ارتفاع رح يأثر على شرائح مختلفة بالمجتمع، بدوره هذا التأثير رح يمتد ليأثر على غير أمور، شيء بيشبه سقوط أحجار الدومينو. هذا الحكي إذا كانت الحكومة من الشعب وللشعب، أما في حال حكومة أسد فالناس دائماً مع كل بداية يوم جديد بدل كلمة صباح الخير بتسأل شو الشيء اللي ارتفع سعره اليوم يا ترى؟ قرار برفع سعر لتر البنزين المدعم من 450 ل 475 ليرة سوري، ولتر البنزين الحر من 650 ل 675 ليرة، ومادة الأوكتان من 850 صارت 1300 ليرة. الزيادة رغم أنها طلعت بوقت يعتبر متأخر مبارح، لكن السوريين صحصحوا عليها وتداولوا خبرها على صفحات الفيسبوك. فيديو نشره أحد شبيحة النظام من يومين، رجعوا السوريين تداولوه على أثر هاي الزيادة. الفيديو لشبيح سرق حطبتين من عند جيرانه. حكومة أسد بترفع الأسعار والشبيحة بيسرقوا الحطب. خلونا نشوف مع بعض. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحطي. الحمد لله القيمة هلا قرنتين عن جيران نسرقنا هي، بدنا ندفع عليه. الحمد لله ما ضل ولا سجرة بالجرين الآن. ليش عم بقطع الحطب؟ قلت مازوت كب حر سلا. ان شاء الله هلا بالسجر بقرب عوين الكهرباء، بما انه ما عم تجي الكهرباء مالي المنفع. البنزين الغير متوفر اصلا، واذا توفر العالم ما فيها تشتري من الكازيات بسبب سيطره السماسره الشبيحه عليه. زياده سعر هذا الشيء كان له حصه كبيره من البوستات والتعليقات من امبارح لوقتنا الحالي. ريم علقت على هذا الخبر وقالت مشان 25 ليره نخسر بعض، ما محرزه من الاول بلا طوابير، لانه صار الترتيب مبين طوابير وازمه وبعدها غلا، بس والله فجعتونا ب 25 ليره. أما ياسر علق المشكلة بيغلى البنزين وما في بنزين، لازم تستحوا من وقفة المواطن على دور البنزين لسه، وبكل عين وقحة بيغلوه. أما رازق علق شكله ما رح تطولوا على الكراسي أكثر من هيك، لأنه طقينا على الآخر ورح ترجع البلاد على الخيمة والجمال وتصفوا لحالكم وتجيبوا غنمتين وكم بقرة. نسبة ارتفاع الأسعار بتنضبط بجداول اسمها معدلات التضخم، فتخيلوا أنه معدل التضخم بسوريا ارتفع من سنة لهلأ 300% وفي سلع حوالي 400%. سعر صرف الدولار اللي كان من سنة بالسوق السوداء 900 ليرة اليوم وصل لحدود 3000 ليرة سورية. أرقام مرعبة، مستقبل أسود بظل اقتصاد مدمر ومنح اقتصادية قدمتها حكومة أسد للروس والإيرانيين من ميناء طرطوس لميناء اللاذقية، مرورا من الثروات الباطنية مثل الغاز الصخري بمجموعة آبار آرا والفوسفات ببادية تدمر.